مجموعة من الخرائط الرقمية التفاعلية اللي بتوفر معلومات قيمة كثير ومختلفة عن خرائط جوجل اللي متعودين عليها من منظور جديد. وراح نستعرض لكم اليوم 5 خرائط رقمية تسلط الضوء على الحضارات القديمة، حركة الطائرات حول العالم، الكابلات البحرية للإنترنت، وحركة نشاط الرياح، وخرائط جغرافية تستعرض الفرق بين زمانين مختلفين للمكان نفسه. الخريطة الأولى اللي بنستعرضها اليوم هي وورد ماب. هذه الخريطة تسمح بمعاينة امتداد الربع الجغرافية للحضارات القديمة والأماكن اللي وصلت لها، وتقدرون تختارون الحضارة من أي جهة موجودة عندكم، وتختارون اسم الحضارة المرغوبة لتظهر الرقعة اللي امتدت إليها على الخريطة الرئيسية. هذه الخدمة المجانية بتقدم معلومات عن امتداد الحضارات الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية والأمريكية، وتعرض أمامكم الفترة اللي امتدت خلالها كل حضارة. الخريطة تعرض لكم أيضاً مجموعة من المعلومات الإضافية المهمة، مثل طرق التجارة العالمية القديمة، ومسار الرحلات ابن بطوطة وماركو بولو لاستكشاف العالم، مواقع الأنهار والصحراء ومضائق ومدن رئيسية وأهم المعالم العالمية. الخريطة أيضاً توزع السكان والمناطق الخالية من البشر، وأيضاً خريطة توزيع البشر حسب الديانة، مع إمكانية عرض النتائج عبر عدة تصاميم وأشكال للخرائط. وبيقدم لكم أيضاً موقع الفهرس اللي بيقدم لكم خدمة مشابهة باللغة العربية، بتركز على عشرات الدول القديمة مثل الفاطميين والسلاجقة والعباسيين والمرابطين والحمدانيين. ويعرض هذا الموقع معلومات عن أماكن تواجد عشرات العلماء العرب والمسلمين مثل ابن جوزي وبطوطة وغيرهم من العلماء، ويقدم تعريف بكل عالم وأهم إنجازاته وكتبه. وتقدرون أيضاً تشاهدون توسع أو تغير الرقعة الجغرافية للحضارات الإسلامية من عام 700 وحتى عام 1500 ميلادي من خلال الشريط الزمني أسفل الخريطة. الخريطة الثانية تسمح لكم تراقبون حركة الطائرات في الهواء لحظة بلحظة من خلال موقع فلايت رادار 24. وهذا الموقع جداً معروف، اللي يقدم لكم خريطة تفاعلية تعرض أماكن كل طائرة حسب رقم رحلتها، وتقدرون تراقبون حركة إقلاعها وطيرانها وهبوطها مباشرة من خلال الشاشة. ويسمح هذا الموقع بتقريب الصورة على الدولة محددة لمشاهدة الطائرات اللي تعبر مجالها الجوي أو الرحلات الداخلية، والنقر على أي طائرة لعرض معلوماتها عن موديلها ومصدرها ووجهتها، وكأنكم مراقب جوي أمام الرادار في برج مراقبة عالمي. وتقدرون تحصلون أيضاً على خريطة مشابهة من خلال موقع فلايت أوير. وتقدرون تزورون الموقعين من الروابط المعروضة أمامكم الآن على الشاشة. الخريطة الرقمية الثالثة متخصصة معاينة كيفية ترابط العالم الرقمي بعضه ببعض من خلال الكابلات البحرية الخاصة بنقل البيانات بسرعة فائقة بين القارات. الموقع اللي يقدم لكم هذه الخريطة هو موقع سابريم كيبل ماب، ويسمح لكم تضغطون على أي كيبل للحصول على المعلومات الخاصة فيه مثل الشركة المالكة وطوله ونقطة الاتصال وغيرها. ويسمح الموقع أيضاً التعرف على حجم اتصال كل دولة بالإنترنت وعدد الكابلات البحرية المشتركة فيها. وتقدر الخريطة هذه تعرض لكم المدن المتصلة بكابل واحد بعد النقر عليه واسم الشركة المالكة له وموقع على الإنترنت. أيضاً موقع إنفرابيديا يقدم لكم خريطة رقمية مشابهة في المعلومات. زوروا الموقعين والروابط المعروضة أمامكم الآن على الشاشة حتى تتعرفون أكثر على المزايا اللي يقدمونها. خريطتنا الرقمية الرابعة اليوم تستهدف من يرغب بالتعرف على نشاط الرياح، تجمعات السحب وغيرها من التفاصيل المناخية من خلال موقع ويندي. هذه التفاصيل راح تظهر بشكل تفاعلي مباشرة على الخريطة، وتقدرون تختارون مدينة محددة للتعرف على حالة الرياح والسحب والأمطار والطقس الحالي، وأيضاً حالة الطقس والرياح المتوقعة خلال الأيام المقبلة. الخريطة راح تعرض لكم أيضاً حركة الرياح واتجاهها بدقة عالية، مع عرض الأماكن المناسبة لممارسة هواية التحليق بالطائرات الورقية الشخصية، وعرض صور وعروض فيديو ببعض المناطق وحالة الرياح والطقس فوق المطارات الرئيسية. أيضاً راح نذكر لكم خريطة ثانية تقدم خدمة مشابهة هي نال سكول. راح تقدرون الآن تزورون الموقعين من الروابط المعروضة أمامكم على الشاشة. يمكن تعرفون خرائط جوجل من زمان، لكن فيها جزء منها يسمح لكم تشوفون العالم حسب التغيرات اللي حدثت خلال فترة زمنية محددة، وتقدرون تختارون أي مكان في العالم وتفعلون خاصية الشريط الزمني
لمشاهدة تغير أي منطقة مع مرور الزمن وانتشار العمران وتوسع المدن ومراقبة تغير مساحات البحيرات ومناطق الأشجار وغيرها. الخريطة التفاعلية هذه تعرض الشريط الزمني من عام 1984 ميلادي مع إمكانية اختيار سنة نهائية محددة وبكل سهولة. هذه الخريطة التفاعلية مفيدة للباحثين والصحفيين والعلماء لمتابعة التغيرات والنزاعات المرتبطة بسطح الأرض باستخدام تقنية الحوسبة السحابية من جوجل. ويمكنكم زيارة موقع هذه الخريطة الجغرافية الزمنية من الرابط المعروض أمامكم الآن على الشاشة.